مجوزه والكلام الفاضي ده سياده الفريق. ايديه متلطخه بشرف وقتله اليهود وقتلهم، لكن هم ايديهم ملوثه بدماء المصريين. جايين بمسيره قويه جدا عند ميدان التحرير نفسه، لابسين ماسكات ولابسين حاجات تغمي عينيهم، داخلين عاملين هتافات ضد الفريق وهتافات ضد الشرطه بطريقه قذره جدا باسلوب مبالغ فيه. وجم حضرتك وقفوا هنا وقعدوا بداوا ان هم يكسروا في البيبان، وبعد كده دخلوا حضرتك ولعوا في مخزن الدعايه كله بالكامل، مخزن مليان دعايه حضرتك ولعوا فيه، طلعوا فوق حضرتك كسروا اجهزه الكمبيوتر كلها، رموا حضرتك زي ما انت شايف بقيه الدعايه في الشارع، شتايم تاني في الفريق احمد شفيق، وبعد كده قالوا على التحرير يا جماعه يلا. اسكت حكم المرشد يا شفيقنا مرتاح، يا شفيقنا مرتاح، يا شفيقنا مرتاح، يا شفيقنا مرتاح.